وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى أن وجود الدول العربية والإسلامية في هذا الاتحاد هو وجود فاعل من خلال التنسيق البيني وينعكس بشكل إيجابي على حضور هذه البلدان. وأضافت سعادتها أن مملكة البحرين هي طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية وتعمل على الموائمة بين هذه الاتفاقيات كونها دولة ذات تشريعات وسيادة. وجودنا كدول عربية إسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي كدول فاعلة، وهذا اللي نقوم فيه من خلال التنسيق والتنظيم مع المجموعات المتفرقة بدءا بالخليجية العربية الإسلامية الأسيوية، نتفق فيها على كيفية فعلا التعاطي مع القرارات مع الآراء مع تبني بعض المشاريع في الاتحاد البرلماني، فبالتالي هذا التنسيق له انعكاساته الإيجابية بالنسبة لنا، مهم بالنسبة لنا كأمور أيضا تشريعية باعتبار على مستوى تشريعاتنا الوطنية وكذلك بالنسبة لتشريعاتنا الدولية، خاصة أن مملكة البحرين كانت طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية التي وافقت وانضمت إليها، وبالتالي تعمل على كيفية الموائمة ما بينها هي وسائر الدول العربية بما يتماشى مع سيادة دولنا. قدرتنا أيضا على أن احنا ندخل للاتحاد البرلماني الدولي مفهوم وطبيعة تلك بعض التشريعات حسب سيادة الدول دساتيرها تشريعاتها الوطنية. هذه اللقاءات بلا شك ووجودنا الفاعل فيها يشكل ركيزة أساسية في فهم طبيعة الأمور المرتبطة فينا بما يحقق لنا الاستقرار السياسي الاقتصادي الاجتماعي في هذه المنظومة.